السلام عليكم. اليوم نروح نشوف نموذج من احياء سكنيه الموجود في بيت رقالمه، وانا نلاحظ انه العمارات تبدو يعني جيده من ناحيه لا فينيسيون، رغم انه الحي هذا يقع في منطقه منعزله وبعيده عن مدينه رقالمه، وهذا المشكل هذا يبقى يطرح زياده في التكلفه نتاع ايصال الماء، يعني المياه الماء والكهرباء والغاز وكل الامدادات والطاقه، يعني الطاقه كذلك، ونتاع تصريف المياه تاع الصرف الصحي وكل شيء، كل هذه تزداد التكلفه نتاعها بسبب البعد والانعزال نتاع هذه الاحياء السكنيه اللي يعني تفتقر الى النظره الشامله لما يسمى بالمدينه. احنا نريد انشاء مدن باتم معنى الكلمه، معناه فيه ان سنتراليتي ان بولفار، فيه محلات تجاريه عاليه، يعني لاوتور ديطاج في الطبق الارضي، وتكون مرتفعه على مستوى الشارع، وتكون الشارع فيه أربع أروقة، وتكون فيه أرصفة عريضة، كل هذا الشيء يعني المواصفات نتاع المدن اللي نشوفها في بلدان أخرى لا نراها في أحيائنا وفي مدننا الجديدة. المهم نبقى نتابع هذه الأشغال وحتى يعني تستقر الفكرة لدى كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية حول ضرورة النظر في الطريقة تاع التعمير في بلادنا العزيز. أترككم في رعاية الله وحفظه، وصحة فطوركم وصحة صيامكم، والسلام عليكم.